أهلا بكم في الأبوة والأمومة واحد لواحد. في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية تثبيت المقعد المعزز. بالنسبة للرضع والأطفال الأكبر سنا، شاهدوا مقاطع الفيديو الأخرى في هذه السلسلة للإطلاع على نصائح مفيدة. والآن قبل أن نبدأ، تذكر أنه في أونتاريو يشترط القانون أن يستخدم الأطفال مقاعد معززة في السيارة عندما تتراوح أوزانهم بين 18 إلى 36 كيلوغرام أو من 40 إلى 80 رطلاً أو أقصر من 145 سنتي أو 4 أقدام و9 بوصات على أن يكونوا دون سن الثامنة. لا تتعجل في نقل طفلك من مقعد مواجه للأمام إلى مقعد معزز إذا كانت الحدود المعينة من قبل الشركة الصانعة لمقعد الطفل تستوعب وزناً يزيد عن 18 كيلوغرامات، لأنها تمنح طفلك حماية أكبر. قبل استخدام المقعد المعزز، عليك قراءة دليل تعليمات المالك الخاص بسيارتك والتعليمات الخاصة بمقعد الطفل. وفيما يلي الخطوة الأولى، تأكد من احتواء سيارتك على حزام يضم مزيجاً من حزام الخصر والكتف. تتطلب جميع المقاعد المعززة وجود هذا النظام. يمكن أن يكون للمقاعد المعززة ظهر مرتفع أو لا ظهر على الإطلاق. يعتمد نوع المقعد المعزز المستخدم على نوع مقعد سيارتك. إذا كان مقعد سيارتك مرتفعاً بما فيه الكفاية أو به مسند رأس لدعم الرأس والرقبة، يمكنك استخدام وسادة المقعد المعزز فقط. وبخلاف ذلك، استخدم مقعداً معززاً عالي الظهر. تحتوي بعض المقاعد المعززة المرتفعة الظهر على دليل على جانبها للمساعدة على وضع حزام الأمان بشكل صحيح عبر جسم الطفل. يجب أن يكون حزام الكتف مستوياً عبر كتف الطفل ومنتصف صدره وليس عبر العنق أو الوجه. يجب أن يكون حزام الخصر مستوياً وأن يمر منخفضاً عند الوركين وليس فوق المعدة. يجب أن يكون رأس طفلك مدعوماً بواسطة الجزء العلوي من المقعد المعزز أو مقعد السيارة أو مسند الرأس في السيارة. إذا كان المقعد المعزز يحتوي على نظام التثبيت العالمي أو حزام الـ UAS أو شريط رابط، استخدمه وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة. بمجرد وصول الأطفال إلى أقصى حدود الطول والوزن المسموح بها في المقعد المعزز، عندها فقط يكونوا مستعدين لاستخدام حزام الأمان وحده. تحقق مما إذا كان بوسعهم الجلوس على الجزء الخلفي من مقعد السيارة مع الساقين منثنيتين بارتياح على الحافة، مع كون حزام المقعد مناسب لهم بشكل صحيح وأنهم يستطيعون الجلوس في هذا الوضع طوال الرحلة، سواء كان ذلك قريباً مثل الذهاب إلى الحديقة أو كانت رحلة طويلة إلى حديقة الحيوان. لا تضع شريط الكتف الخاص بحزام المقعد وراء ظهر الطفل أو تحت ذراعيه، فمن الممكن أن يتسبب هذا في إصابة خطيرة. قبل التحرك بالسيارة، إليك بعض النصائح العامة. المكان الأكثر أماناً للأطفال 12 سنة فأقل هو المقعد الخلفي. تجنب استخدام العناصر التي لم تأتي مع المقعد لأنها قد لا تكون آمنة. تحقق من بيانات الشركة الصانعة لمقعد الطفل قبل استخدامها. تأكد من أن مقعد الطفل المعزز في سيارتك يلبي المعايير الفيدرالية الكندية لسلامة المركبات ويظهر علامة السلامة الوطنية التي تثبت ذلك، وهو الملصق المستدير الذي يحمل صورة شجرة الميبل. استبدل دائماً المقعد المعزز إذا اشتمل في حادث تصادم أو إذا انقضى تاريخ انتهاء صلاحيته كما هو محدد من قبل الشركة الصانعة. تذكر إرسال بطاقة الضمان الخاصة بك قبل استخدام المقعد الجديد، بحيث يتم إعلامك إذا تم سحب المقعد من السوق أو إذا كانت هناك أي مشاكل تتعلق به. عندما لا تستخدم المقعد المعزز، فمن المستحب تثبيته في السيارة بحيث لا يتحرك من مكانه ويؤذي أي ركاب آخرين في حالة وقوع حادث أو عند التوقف المفاجئ. كن على حذر شديد عند شراء أو استخدام مقعد مستخدم. افحص تاريخ التصنيع المدون على المقعد. إن مقاعد الأطفال المصنعة قبل أول يناير 2012 قد لا تلبي معايير السلامة الفيدرالية الحالية. يمثل هذا الفيديو دليلاً بصرياً، ولكن تذكر أن كل سيارة وكل مقعد للطفل يختلف عن الآخر. اتبع الإرشادات ودليل المالك بكل دقة. شكراً للمشاهدة، ويرجى مشاهدة أشرطة الفيديو الأخرى ضمن هذه السلسلة.